هاي العاطفة بتوجه كل قرار بناخده، اعترفنا بهالشي يا ملا. والذكاء العاطفي هو القدرة على فرز العواطف واستعمالها بالطريقة الصحيحة والتعرف على الشعور الشخصي وشعور الآخرين لإدارة العاطفة بشكل سليم. الإنسان بيقدر يتعلم العواطف. تحسين الذكاء العاطفي ممكن يساعد بحل مشاكل نفسية وعاطفية كثيرة ما بيقدر الذكاء العقلاني يحلها، مثل العنف، السلبية، العناد، الشغب، التخريب وقلة الثقة بالنفس. قدرات الذكاء العاطفي هي اللي بتميز المدير الجيد عن المدير العادي، لأنه المهارات التقنية ما بتكفي من دون المهارات العاطفية، مثل معرفة مشاعر الشخص والأشياء اللي بتخليه يحس أنه بحالة سيئة أو جيدة. مين قال أنه الذكاء العاطفي والاجتماعي أهم بأربع مرات من حاصل الذكاء، يعني IQ، من ناحية النجاح المهني؟ أنا قال. شوفكم بكرة.